راح نروح على التعليق السياسي ونختم به حلقة اليوم. هل يقرأ بعض اللبنانيين أم أن الحقد أعماهم؟ نحن حكينا عن الصواريخ اللي عم تطلع عن الحافة، هلا امبارح كمان كان في نفس الموضوع على القنوات التلفزيونية الإسرائيلية. إذا افترضنا أن كلام بعض اللبنانيين ومنهم رؤساء أحزاب كبرى عند كتل نيابية وعند يعني حضور كلام هؤلاء يعني عن سيطرة جيش الاحتلال على المناطق الحدودية في جنوب لبنان ليس مستمدا من إعلام المقاومة الحربي، لأنه طبيعي أنه سمير جعجع مش ماخذ كلامه أنه حزب الله عم بيقول سيطرة إسرائيل على الحدود، هو عم بيقول لحزب الله مش مزبوط أنتم بعدكم موجودين، إسرائيل مسيطرة، يعني ماخذ مصدره من محل تاني. وين هالمحل التاني؟ وسائل إعلام الاحتلال. يا سيدي ماشي، ما في مشكلة، ما هي كمان وسائل إعلام وفيك تستطيع معلوماتك منها. على كل حال يعني نحن ما عم نتهمك باتصال من نوع آخر بالاحتلال، لا، عم نقول أنت عم تسمع قنوات العبرية وتعتبرها أصدق من حزب الله، ماشي. هلا عندما يتحدث عن تحديد المساحة 200 كيلو متر مربع بيقول هول فيهم جيش إسرائيلي، وبالحد الأدنى هول دمرت فيهم بنى المقاومة وما فيها المقاومة تفوت عليهم، كويس، هذا شو بيعني؟ عندنا خط حدود 100 كيلو متر، فإذا هو حد أدنى يقول إنه على كل الخط 2 كيلو، وإذا مش على كل الخط على 40 منهم لل 100 هول مهمين، معناتها بعمق 5 كيلو، وإذا على الأهم اللي هن 20 يعني بعمق 10 كيلو، يعني 2 5 10، يعني هو عم بيقول إما بمدى 10 كيلو متر في مناطق ما فيها قوة مقاومة، أو بمدى 5 كيلو متر في مناطق ما فيها قوة مقاومة، لكن وأكيد على كل خط الحدود مدى 2 كيلو متر ما فيها قوة مقاومة. ما يقنع هيك، عم بيقول هيك وهذا الوضع برأيه وخلص عظيم. امبارح نقلت وسائل إعلام الكيان التلفزيونية الصحفية الوكالات المواقع معلومات وصور لإطلاق صواريخ المقاومة من نوع أم 80. ليش عم بيستعيد اللي قايلته وسائل الإعلام؟ لأنه بطاقة الصاروخ لما نشرها الإعلام الحربي قال أم 80 مدى 3 كيلو، فإذا هذا اللي تطلقه على عمق المستوطنات الموجودة اللي فيها الجيش الإسرائيلي بداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لازم تطلقه عن الحافة، وإلا ما له قيمة إذا من عمق 5 كيلو عم تطلقه عندك، يعني بيوصل عندك. المهم إنه جابوا صوره هالمنصات وين صاروخ يعني ورشته ضخمة، يعني لما بيطلع بيطلع عزقة نار قوية وهذا، فجابوا صوره من الخط الأمامي 200 متر و300 متر و500 متر عن خط الحدود، وسقطت هذه الصواريخ في مستوطنات خط الحدود وقتلت جرحت. هلا اللي بيحب يعترف يعترف، اللي ما بيحب ما يعترف، مش هذا المهم. المهم هو أن هذا الخبر اللي جابته وسائل الإعلام العدو بيأكد ما قالته المقاومة هو الصحيح، أن الجبهة الأمامية لخط الحدود لا سيطرة فيها على الإطلاق لأي شكل من الأشكال لجيش الاحتلال، وكل كلام لمسؤولين إسرائيليين وبدنا نضيف ولبنانيين هو مجرد أكاذيب أكاذيب ولغو فارغ. وإذا كان وسائل إعلام الكيان تصف ما يقوله مروجو السيطرة على مناطق داخل حدود لبنان، يعني انه هني عم بيقولوا جالنت وفلان اللي عم بيقولوا نحن مسيطرين والى اخره، عم بيقولوا هول مجموعه من التافهين، هول مجموعه من المساطيل. طيب شو بدكم نقول اقل من هيك عن اللبناني اللي بيكرر ببغى وراهم؟ طيب هني عم بيقولوا انه هؤلاء يحاولون ربح الحرب في التصريحات لانهم فشلوا في ربح الحرب في الميدان. طيب شو الوصف اللي لازم نقوله للبنانيين اللي بيطبلوا لهالحملات؟ هذا متروك لكم. هل يمكن الاقتناع بأن هؤلاء المسؤولين لما قالوا كلام ما تحققوا منه قبل، يعني صحته وعدم صحته؟ ممكن. طيب بما أنه وقتها ما تحققوا، هلأ هالكلام الإسرائيلي ما بيخليكم تعيدوا النظر تراجعوا؟ طالما أنتم مش مرتبطين بإسرائيل وما بتزعلوا إذا كانت مهزومة، وأنتم كنتم من حبكم للبنان عم تحكوا أنه المقاومة عم تضللكم أخبارها مش مزبوطة، طيب ثبت أنه أخبارها مزبوطة بصير شيء إذا اعتذرتوا دخلك؟ يعني لتضلوا تحت سقف القانون. ليش القانون؟ لأنه أنتم
اذا تمسكتوا باللي عم بتقولوه بانه الاسرائيلي مسيطر على 200 كيلومتر وهو مش مسيطر، هذا اسمه بالقانون ترويج اخبار كاذبه، ترويج اخبار كاذبه توهن الشعور القومي في زمن الحرب وتخدم العدو في زمن الحرب. فلا تكونوا تحت سقف القانون. نصيحه، هلا يمكن ما حدا هلا عم بيحاسب حدا، بس يمكن يجي ايام بعد سنه بعد سنتين في ناس ما بيحملوا مزح، يعني هلا مستهترين شباب المقاومه ومؤيدون المقاومه بالمسؤوليه القانونيه وانه القضاء عندنا مسيس وهذا، يمكن يجي حدا يقول مثل ما عم بيقولوا بعض الفلسطينيين الان بدنا نعمل ملف لكل ضابط وجندي ومستوطن ونرفع عليه دعاوى ونخلي المحاكم بالعالم فيها عشرات الاف الدعاوى بحق الجنود والضباط والمستوطنين باسمائهم الشخصيه. يمكن يجي حدا بلبنان يفكر بهالطريقه، يا ريت. على كل حال ما تبقى الدنيا سايبه والحبل فالت.